القضية الأولى أن البرلمان العراقي حريص جدا على وحدة الموقف، حريص أيضا على احترام الدستور، على الالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها ومتابعة تنفيذها، حريص على دعم الحكومة في كل ما من شأنه تحقيق وحدة العراق وتحقيق أمنه واستقراره، خصوصا وإحنا توا انتهينا وفي بعض المناطق لا زلنا نواجه داعش حتى نستطيع أن نتحدث عن تخليص العراق بأجمعه من مما ألم به من هذا الوباء الإرهابي اللي جثم على صدر العراقيين على مدى أكثر من 3 سنوات. والآن وإحنا شرعنا بالمرحلة القادمة اللي هي مرحلة الإعمار والبناء وعودة النازحين والاستقرار، دخلنا في إشكالية تتعلق بوحدة موقفنا ووحدة أراضينا ووحدة شعبنا، وعليه القرارات اللي اتبعها أو اتخذها البرلمان العراقي إنما هي نابعة من إيمانه باحترام الدستور وثوابته والأسس التي سار عليها. وبالتالي جميع أعضاء مجلس النواب العراقي بما فيهم الأخوة الكرد معنيون بالقرارات التي تتخذ من البرلمان ومآلاتها ونتائجها، ومن يشارك منهم في جلسات مجلس النواب إنما يؤشر إلى معنى مهم مفاده أنه يؤمن بالبرلمان العراقي الاتحادي وبقراراته ويؤمن بوحدة العراق، وهو يرفض التقسيم، وهو في ذات الوقت يؤكد معنى وحدة الموقف والمسارات السياسية التي تم التأكيد عليها. وهذا اليوم كان هناك توجه من البرلمان العراقي بشأن من حضر من الأخوة الكرد من النواب وهم زملائنا، وأنا أقول بشكل صريح مرحب بهم أن يأتوا وأن يشاركوا جلسات مجلس النواب العراقي وأدعوهم بشكل صريح وواضح. أما ما أثير بشأن البعض الذي ساهم بعملية الاستفتاء وماذا يترتب عليه من إجراءات، فنقول بشكل صريح وواضح نحن خاطبنا هذا اليوم المحكمة الاتحادية بصيغة استفسار عن معرفة ما الذي يترتب على من يقوم بممارسة ينظر لها البرلمان على أنها خلاف للأسس والثوابت القانونية والدستورية، وسنلتزم بقرار المحكمة الاتحادية في تطبيقه على من يثبت عليه القيام بأي ممارسة من شأنها أن تثير الشك أو تثير الريبة بشأن ممارسته لعملية الاستفتاء. البرلمان العراقي ليس الطرف الذي تقدم أمام الطعون، البرلمان العراقي يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية وهو يحترم الدستور، وفي ذات الوقت يعبر عن تضامن جميع أعضاء البرلمان، وقد عبر بشكل واضح وصريح على التزامهم بالدستور والتزامهم بالقوانين وبوحدة الموقف والحفاظ على النسيج الاجتماعي، لأننا ننظر إلى إخوتنا الكرد عموماً كشعب إلى أنهم جزء من هذا البلد، كانت لهم مواقف لا ينبغي أن تنسى، كان لهم دور كبير في احتضان كثير من المهجرين ومن النازحين، وكانوا معنا على مدى هذه السنوات العجاف اللي مر بها العراق، وهم إخوة لنا، وينبغي أن نتعاون وأن نتفاهم فيما يحقق الشراكة الحقيقية لبناء البلد بشكل واضح. المسألة الثانية، حينما يتخذ البرلمان العراقي قرارات سواء بالبعد الاقتصادي أو البعد الاجتماعي، لم يكن ولن يكون في يوم ما القصد منها توجيه العقوبة الجماعية. نحن ضد العقوبات الجماعية ونرفضها بشكل واضح، وإنما نتحدث عن صلاحيات اتحادية وعن دعم للحكومة وعن مسارات نحافظ فيها على وحدة العراق وعلى أمنه واستقراره. وبالتالي توجهات البرلمان العراقي التي امتزجت بتوجهات الحكومة في جلسات متعددة كانت الغاية من عدها هو كيف نستطيع أن نحقق وأن نرسي دعائم وحدة العراق وأمنه واستقراره. وبالتالي نحن حريصون بشكل واضح أن لا تطال الجزاءات أو القرارات التي اتخذت الأخوة الكرد كشعب إطلاقاً. لا ينبغي لنا أن نوجه رسائلنا حتى نضيق
بالحاجات الضرورية والأساسية المتعلقة بإخواننا الكرد، وإنما نعتقد أن الجميع يجب أن يقر ويعترف ويؤمن في ذات الوقت بوحدة العراق وتماسكه مع بعضه. المسألة الثالثة، انطلاقاً من حرصنا على وحدة العراق وأمنه، وأيضاً تعزيزاً وتعضيداً لتوجهات المرجعية الدينية في أن التوتر والعنف يجب أن يزال، وأن نؤمن في بمبدأ الشراكة الوطنية، وأن نحافظ على المسارات السياسية وعلى وحدة العراق، فإننا سنقوم بجملة من اللقاءات اللي تضم شخصيات مهمة ومؤثرة في صنع القرار العراقي بصورة عامة على المستوى الرسمي وعلى المستوى السياسي، ولا نستثني من ذلك حتى القيادات الكردية، لأن القضية أكبر ولا ينبغي أن تهمل. ونعتقد أن البحث لا يتناول الاستفتاء ولا يتناول الثوابت الأساسية اللي احنا مؤمنين بها، وإنما يتناول أسس الشراكة، المناطق المتنازع عليها، الطريقة التي يتم التعاطي بها مع الأزمة الموجودة، انعكاسات ذلك على الواقع الموجود، مصلحة الشعب العراقي وإحنا نواجه الإرهاب ونواجه داعش، كل ذلك يجب أن نساهم فيه بشكل واضح وأكيد. وبالنسبة لنا مستعدين، وسنبدأ بهذه الجولة من الحوارات.